A car undergoes the following displacements. First, 70 كيلومتر in a direction 30 degree east of north. أروح 30 درجة بدءا من اتجاه الشرق بدءا من الشمال. Of north يبقى أبدأ من النورث وأروح اتجاه الشرق وأكتب 30 درجة وأكتب على ده 70 كيلو متر ونسميه مثلا A. طيب بيقول كمان 50 كيلومتر ديو ساوث، يبقى اهو هادي الساوث نسميه بي ونكتب عليه 50 كيلومتر، وفي اتجاه الجنوب ده الساوث وده النورث طبعا اللي هو مع الواي وده الايست وده الويست. بيقول فاينالي 100 كيلومتر 30 ديجري نورث اوف ايست اوف ويست، من الغرب ابدا في اتجاه اقيس يعني واروح في اتجاه الشمال واكتب 30 درجه واكتب ده سي 100 كيلومتر. بيقول فايند ذا افريج فيلوسيتي، يعني جيب محصله كل دول از كارتيزيان فيكتور طبعا، يعني طالب فيلوسيتي مش طالب مسافات، لو مسافات كنت بس قست المسافات وجمعت لو كان طالب السبيد. بيقول during this trip وهو خد فيها ساعتين use unit vector notation، يعني لازم طبعا احلل اقول ال A بيساوي 70 كده، يبقى ساين اللي مش معروفه الزاويه ساين 30 في اتجاه ال I و70 كوساين 30 في اتجاه ال G بيساوي، نحسب بعد شويه ال B كلها في اتجاه الجنوب يبقى صفر اي وماينس 50 جي. خلاص خلصنا من دي، بس هكتبها هنا عشان اجمع. السي المية كوساين بس بالسالب 30 اي وبلس لانها الفوق موجب ساين 30 جي يساوي، تعالوا نحسب طبعا ده صفر اي مش هنحسب حاجة وماينس 50 جي، هنا 70 ساين، الساين 30 بنص يعني 35 اي زائد 70 كوساين 30 60.6 المية كوساين 30 ماينس 86.6 اي وبلس دي نص يبقى 50 جي. طيب نكتب كده الار المحصلة الكلية بتساوي A مع B مع C يساوي، نجمع دول الرقم ده بالماينس وزيد عليه 35 فطلع الجواب ماينس 51.6 اي، دول اجمعهم 50 تروح مع 50 يتبقى 60.6 جي. هو عايز الافرج فيلوسيتي، فالفي افرج بيساوي الار اللي هي المحصله بتاعتنا بقى الكليه على الزمن، وبالتالي هتساوي ده على 2، فلو قسمت ده على 2 يطلع 30.3 جي، وال 51.6 على 2 طلعت ماينس 25.8 اي، والوحده بتاعتنا متر، لا كيلومتر بير اور. هو قال يوز يونت فيكتور نوتيشن، وبالتالي مش محتاجين نجيب لا ماجنتيود ولا زاويه المتر.